انت اول، انت اول، من يخليك الاخير؟ وهو من يصوب ينصف السره، لو صرت اخر نعد من الاخير، يعني اول والوراك مزوره. هو لو ما حيدر الاول يصير ما نشوف اول، نشوف الكل ورا. الكواكب، الكواكب تفتر بشف الامام، وين ما يرغب يفرها بخنصره. هاي تستاهل صلاة على الرسول، ولو تعليها فزت بالآخرة. أنا ما أدري منين، من يا جد هويت، وما أدري يا جد سلم الحب الأبي، يعني ما هو من المهد حب الإمام، ولا سمعتش قال عن حب النبي. شن عرفه من قبل آدم سنين، ويوم طلقت أمك قتلها اندبي. قولي يا حيدر تزول النايبات، وأم مثلي وزين تفهم مطلوبي، وأنا من مثلي وعلي بين الضلوع، وروح غير المرتضى خل ما تبي، وأنا من نسل الشرف وصل الكرام، ومن رحم أم العرب جيت عربي. والمذاهب، المذاهب خلها خلها شما تزيد، أنا أستاذ المذاهب مذهبي. ما هو منا القال حجك مو صحيح، ولا هو منا ما يصلي على النبي. شيعة علي يوم الحشر أم الحسن تحضرها، والشيعة بس يوم العطش تتروى من كوثرها. اسمع صلاتك عن نبو اياك لا تبترها. قالوا لي بسك لا تون، وش بيك يا دمعك يهل، وطبع الوقت حيله وغدر يلعب على ميه حبل، يتمشي دوم على الثلج، يتمشي دوم على الثلج، لا تقل لجدمك ما يزل، واللي يطعنك بالظهر لا ترتجل جرحك يشل. ما ريد صاحب مو وفي، او لا ريد قول بلا فعل، بالضيج ينشاف الوفي، وبالكلفة ينشاف الرجل. ذب الثقيل على الجبل، وحمل الصعب يصبح سهل، وتعنى يم حيدر علي بس حلفه بالزهرة تحل. يحميك دنيا وآخرة، ويوم الحشر ما تنسئل، ويل ما تصل على النبي، ويل ما تصل على النبي، شو تسوي حاضر بالحفل؟ قال وقت، الله يخليك وقت. قال ليش تبالغ بحب الإمام؟ قلت له محكوم بحكم برهانها. قال لو نرفع ركن من هالأساس، قال لو نرفع ركن من هالأساس، قلت له ما يثبت يقع بنيانها. قال لا تشهد على وقت الأذان، قلت له صدق مو صحيح أوذانها. قال غايتنا لوحد المسلمين، قلت له أنا أول دعات إيمانها. قال تهلك خاف طوفان يجيك، قلت له مامون وعلي سفانها. قال شو تحب؟ قلت له بس حيدر حبيب، وبعشق حيدر ثبات ايمانها. قال تكذب؟ قلت له صادق. قال اشوف؟ قلت له هات اطرش نبض شريانها. قال لو سعر جهنم من مغيث؟ قلت له ما تشوي المحب نيرانها. قال تبرد؟ قلت له ايه برد وسلام، ومن خليل الله انكشف عنوانها. قلت له وبأمر الكواكب من تدور؟ قال اثبت يا مر بدورانها. قلت له من رد الشمس من المغيب، وصار ظهرين بشهود اعيانها. قلت له وبأمر الكواكب من تدور؟ قال اثبت يا مر بدورانها. قلت له من رد الشمس من المغيب، وصار ظهرين بشهود اعيانها. قال فعلا رافضوا امرك عجيب. قلت له ارفض زورها وبهتانها. قال علمني،
قال علمني أحب حيدر وفوز، وأول أعمال يريد جنانها قلت له صلي على النبي وآل الكرام، وهالصلاة الأثقل بميزانها.